لعبت الاهلي الدوليين وصلوا يا كابتن ايمن؟ وصلوا. وده الحقيقه كان مسار جدل كبير من امبارح لغايه النهارده، واحنا دايما بنحب يعني نروح للحقيقه دائما. وخلوني اقول لحضراتكم، وطبعا معانا وصول لاعبي النادي الاهلي كابتن ايمن لمقر بعثه النادي الاهلي علشان طبعا يدخلوا مع اصدقائهم واخواتهم من اللاعبين في النادي الاهلي، وبكره بقى ان شاء الله نشوف اختيار بيتسو موسيماني هيكون ازاي باذن الله رب العالمين. هو بس كابتن اسلام يعني ليا بس توضيح في النقطه دي، في ناس بتهاجم لمجرد الهجوم وخلاص، حتى لو عارفه الحقيقه، خلي بالك. نعم، هي بتهاجم لغرض معين، ولكن علشان تعمل لك مشكله. خلي بالك انا هقول معلومات النهارده، اتفضل. يعني انا عندي بعض المعلومات، او مش بعض المعلومات، انا عندي كل المعلومات اللي حصلت في هذا الامر. كويس، لكن كويس اللي حضرتك بتقوله ده، بس لازم الناس تعرفها. هقول طبعا. ما انا هقول بالزبط. طبعا كل المعلومات، ولكن انا بتكلم في اللي حضرتك بتقوله ده. انا عارف ان هناك البعض بالظبط بيحاول ان هو يصدر مشكله بالزبط للنادي الاهلي، خصوصا بعد الفوز على مونتريال المكسيك. صح، هما في ناس متضايقه خلي بالك جدا من مكسب النادي الاهلي الماتش اللي فات. ايوه، وكان في ناس بتراهن على خساره النادي الاهلي بنتيجه تقيله الماتش اللي فات. ايوه، ولكن الحمد لله رب العالمين، نادي الاهلي اثبت فعلا ان الاهلي دائما بمن حضر. نعم، ايوه، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا سلية وشريف وكل اللاعبين موجودين مع حضراتكم، واستقبالهم زملائهم اللاعبين، ويعني طبعا اعتقد ان الاستقبال ده يا كابتن ايمن دايما بيكون له جزء كبير جدا في اللي حالته النفسيه وحشه بترجع مره اخرى. مظبوط. وعايز اقول حاجه كابتن اسلام برضه، اتفضل. خلي بالك اكثر المتفائلين، اكثر المتفائلين قبل ما المنتخب يروح لكاس امم افريقيا، نعم، يعني يقول لك ايه، يعني لو وصلنا لدور الاربعه يبقى كويس قوي، لو وصلنا لدور الثمانيه يبقى كويس. بس برضه انت هنا بتقول ان انت وصلت للمباراه النهائيه، فايه لازم تاخدها. بس يعني هي ايه اللي اتعمل، عايز اقول ان هو انجاز بصراحه. طبعا. بس كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. لو مكان مستر موسيماني تلعب حد من الدوليين؟ هنتكلم في النقطه دي، ولكن الحقيقه انا المشاهد اللي قدامي هسال حضرتك وهنتكلم فيها النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا. لكن المشاهد اللي قدامي دي مشاهد رائعه الحقيقه. طبعا. لانها يعني ان دلت فانها تدل على انا تعبان، انا متضايق، انا كمحمد صحيح. شريف، كايمن اشرف، كسلية، كحمدي فتحي، كمحمد الشناوي، كل اللاعبين اللي موجودين، في حد ناقصين، محمد عبد المنعم، كل اللاعبين الحقيقه متضايقين وكل حاجه، ولكن في النهايه استقبال زملائهم اللاعبين ليهم اعتقد ان ده هيبقى له جزء كبير جدا جدا في السؤال اللي حضرتك بتقوله. ايوه مظبوط. اعتقد ان القعده او الجلسه القادمه ما بين اللاعبين الدوليين ومستر موسيماني هيكون لها دور مهم في اختيار طبعا بيتسو موسيماني للتشكيل بكره. هو قال انا هطمن عليهم وهعرف حالتهم ايه، واقرر بعد كده إذا كانوا يلعبوا أو ما يلعبوش. في الكثير بيذهب لحمدي فتحي وعمرو السولية، هيبقى صعب جدا. مجهدين. شناوي طبعا كده كده أوت. في أيمن أشرف، في محمد شريف، ممكن نستعنى بيهم متهيألي. محمد عبد المنعم وحمدي فتحي والسولية هيبقى صعب الثلاثي. حمدي الثلاثي ده صعب جدا لأنه ضغط ضغطة جامدة جدا الثلاث ماتشات الأخيرة. بالظبط. لكن ايمن اشرف وشريف شريف اعتقد ان هم متاحين لانهم ما لعبوش مباريات كثيره، خصوصا محمد شريف. يعني صحيح. ايمن لعب مباريات وكان فيها ضغط كبير، ولكن محمد عشان ما كانش بيلعب كتير يعني اعتقد ان من الممكن ان يكون له بقى من بدايه المباراه، من نص المباراه. ده عايز اقول لك حاجه يا كابتن، يمكن انت عاصرت مدربين كتير او مديرين فنيين كتير. المدير الفني للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني المباراه اللي فات كان في موقف صعب. بالظبط. كويس. النهارده اصعب. برافو عليك. بكره سوري. بكره ان شاء الله برغم ان الدوليين جم، انما مستر موسيماني برضه في موقف صعب. ايوه. يعني هو عنده الماتش اللي فات كان فيه عدم جاهزيه، في عناصر بعيده عنه، عناصر ناقصه، وبكره في عناصر اللي هي كانت ناقصه رجعت تاني، ولكن هو دلوقتي ما بين نارين. هل يستعين بحد منهم؟ هل يلعب بنفس الفريق اللي لعب الماتش اللي فات؟ ايوه. عايزين نتكلم فيها ان شاء الله باذن الله مع ضيوفنا ومع حضرتك الفتره دي ان شاء الله. هنتكلم فيها لانها مهمه جدا. صحيح. هنتكلم فيها ونعرف وجهات نظر الكل علشان دي مهمه جدا برضو. صحيح. لانه الحقيقه يعني
الله يكون في عونك.